العوالم المتوازية إخواني وأخواتي عوالم الأبدية. هنا الآن نبدأ في كشف أسرار العوالم الأبدية. من هنا نبدأ عوالم الأبدية، كل شيء فيها، ننتبه الآن، كل شيء فيها يحدث وحدث وسوف يحدث في نفس الوقت. يحدث وحدث وسوف يحدث في نفس الوقت. وأنا أعرف أن هذه الفكرة ممكن من الصعوبة جدا أن تشاهدها تحسها. كل شيء يحدث وحدث، أو كل شيء حدث ويحدث وسوف يحدث، كله في نفس الوقت، لأنه أساسا ليس هناك وقت في العوالم المتوازية. حدث يحدث سوف يحدث في نفس الوقت، لأنه أساسا ليس هناك وقت في العوالم المتوازية. يجب أن تتذكر وتعرف العوالم المتوازية هي أيضا أمكنة، هي أيضا حضارات، أمكنة حضارات، وهي حالة من حالات الوعي الغير المحدود. ما معنى حدث يحدث وسوف يحدث في نفس الوقت؟ ماذا يعني هذا الجواب؟ بمعنى شوارع القاهرة قبل 200 عام أو قبل 2000 عام أو قبل 100 عام موجودة الآن كحادثة تحدث بشوارعها وبأهلها. تحدث، أنت الطفل الذي بدأ دراسته في السنوات الأولى، أنت موجود هناك. أنت الفنان موجود هناك، أنت الأستاذ موجود هناك، أنت الثراء الغير المحدود موجود هناك. بيتهوفن وهو يؤلف السيمفونية الثامنة موجود الآن يفكر في تأليفها وتقديمها. العوالم المتوازية حياتك مستمرة. لاحظ كلمة حياتك مستمرة، بمعنى أنت الآن الطفل الذي يبدأ دراسته، وأنت الآن الفنان الرائع، وأنت الآن الملك الفرنسي في القرن الحادي عشر، وأنت الآن الكون نفسه، أنت الآن كل شيء. ركز على هذه الكلمة، أنت الآن ماذا؟ كل شيء، لأنه ليس هناك زمن. بمعنى أنت الله، بمعنى أنت كل شيء. في حين البعد الأرضي فأنت لست كل شيء، بل أنت فرصة واحدة فقط.